هذا وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام 9000 عربة كهربائية وعادية لتكامل خدمات التنقل بالمسجد الحرام خلال موسم الحج. نعم، هذه المبادرة أتت وسط خطط ميدانية نوعية تراعي جودة خدمات التنقل وتلبي رغبات واحتياجات القاصدين من أنحاء العالم، حيث أوضحت إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أن الإدارة حددت 3 مواقع لتجمع دافعي العربات الذين يحملون تراخيص، وأصدرت تراخيص لدافعي العربات مقسمة على 3 فترات مع العديد من الخصائص، منها استئجار العربات خلال وجودهم وتنقلهم بالحرم وأثناء أدائهم للمناسك سواء بسائق أو بدون.